يعني يبدو أن الجيش الإسرائيلي ينوي خلال الساعات القادمة تنفيذ عملية عسكرية واسعة النطاق في المناطق الشرقية من مدينة خان يونس، لا سيما في منطقة القرارة والجنوب الشرقي أيضا من دير البلع. حتى اللحظة طلبات الإخلاء هي تستهدف أكثر من نصف مدينة خان يونس. نحن نتحدث عن بلدة القرارة وضواحيها، نتحدث عن بني سهيلة، عن عبسان، عن خزاعة، عن القرارة، ومن قبل كل هذه المناطق قزان النجار وبرشوان وبطن سمين ومعن وحي الشيخ ناصر، وأيضا اليوم كذلك الحال المحطة ومركز مدينة خان يونس، بمعنى منتصف المدينة. هذا يدلل على أن كل المناطق الشرقية ووسط مدينة خان يونس أصبحت مخلاة، وأصبح الطلب منها بإخلائها بصورة مباشرة، وهذا سوف يولد ضغطا شديدا على المناطق الغربية من مدينة خان يونس، حيث بدأت عمليات النزوح منذ أكثر من ساعتين باتجاه المناطق الغربية. الناس بدأت، الألاف من الناس بدأوا بترك منازلهم في خزاعة وعبسان الجديدة والكبيرة والصغيرة وبلدة بني سهيلة والزنة وبطبيعة الحال بلدة القرارة، وهؤلاء الناس يسيرون الآن على أقدام أو فيما توصل من وسائل نقل ومواصلات باتجاه المناطق الغربية. الأزمة الإنسانية سوف تتعمق بصورة كبيرة جدا، لأنه في الواقع لا أماكن لهؤلاء إلا الشوارع وإلا الطرقات والأرصفة المدمرة وبعض المنازل المدمرة. هؤلاء الناس سيضطروا إلى الجلوس أسفلها أو في محيط مجمع ناصر الطبي وبعض الأندية التي لجأ إليها الناس، وبالتالي هناك صعوبة كبيرة جدا. عمليات النزوح الآن خطيرة جدا، لأنها تتم تحت وطأة القصف الإسرائيلي المدفعي والجوي، والتي يتركز معظمها حاليا في مناطق شمال شرق مدينة خان يونس، وهي بلدة القرارة والسطر الغربي والشرقي والكتيبة وكل هذه الأحياء. اليوم قبل قليل الدفاع المدني أعلن عن انتشال 6 من الشهداء من استهداف منزل لعائلة أحمد في منطقة القرارة، وهي منطقة واقعة إلى الغرب من طريق صلاح الدين، حيث تعرضت هذه المنطقة إلى سلسلة عنيفة من الغارات طوال ساعات فجر هذا اليوم. لكن اليوم مع نداءات الاستغاثة التي وصلت إلى الدفاع المدني، استطاعت فرقة من الدفاع المدني الوصول إلى المنطقة، وبالفعل تبين أن هناك شهداء وجرحى أسفل المنزل الذي دمرته الطائرات الحربية الإسرائيلية. عمليات القصف الإسرائيلي لا زالت متواصلة حتى اللحظة، تحديدا عمليات القصف المدفعي وإطلاق النار من قبل المروحيات الإسرائيلية على مناطق شرق القرارة، وإطلاق قنابل دخانية في هذه المنطقة منذ ساعات الصباح وحتى هذه اللحظة، مع استمرار تقدم الدبابات الإسرائيلية تحديدا التي وصلت إلى تبة تعرف باسم تبة 86. هذه التبة واقع ما بين بلدة القرارة وأيضا منطقة وادي السلقة في الجنوب الشرقي من منطقة دير البلح، وبالتالي الأوضاع صعبة. الأليات الإسرائيلية تقدمت، أخذت تتموضع في هذه المنطقة المرتفعة والتي تطل على مدينة خان يونس وأيضا منطقة دير البلح، تمهيدا لتوغل الدبابات الإسرائيلية من منطقة الزنة أبو سريج، حيث خرجت عدد من الآليات الإسرائيلية وبدأت تتحرك في محيط الشريط الحدودي، ربما خلال ساعات الليل أو الفجر أو ربما يعني هذه الساعات تتقدم الدبابات الإسرائيلية. على ما يبدو أن الهدف حتى اللحظة من التوغل الإسرائيلي الجديد يتركز في بلدة القرارة ومنطقة وادي السلقة ومنطقة تب 86، هذه المناطق ومنطقة أبو العجيد التي تعرف باسم منطقة جنوب شرق دير البلح. هذه هي المناطق التي ربما تتركز فيها العمليات العسكرية الإسرائيلية، لكن طلبات الإخلاء طالت كل مناطق الشرقية لخان يونس وأيضا المناطق الجنوبية الشرقية، كان قبل 4 أيام طلبات بإخلائها، والآن نتحدث اليوم أيضا عن مناطق شاسعة في وسط المدينة، وبالتالي هذا الأمر سيكلف الناس كثيرا من معاناتهم. يعني الناس لا تعرف أين تذهب لا أين تتجه، التي يعني قد تكون آمنة بالنسبة للأهالي، يعني هذا سيستدعي ذهابهم إلى نحو الغرب. من المعلوم أن مواصي خان يونس حتى الآن باتت ممتلئة ومكتظة بالنازحين.
ليكن معلوما لكل العالم، لا توجد أي منطقة آمنة على الإطلاق في قطاع غزة، حتى لو كانت مقرا للأمم المتحدة، حتى لو كانت مدرسة للأنوروا، حتى لو كانت مستشفى أو مجمع طبي، لا أماكن آمنة على الإطلاق، لا شخص آمن على الإطلاق. بالأمس يوم أمس كان هناك 4 من الشهداء الذين استهدفوا في قلب منطقة المواصي، في المنطقة الواصلة ما بين المخيم ومنطقة المواصي، وهي منطقة آمنة يوجد بها مئات الآلاف من النازحين. وإذا تذكرين كوثر المجازر المروعة التي نفذت في شهر يوليو الماضي عندما نفذت الطائرات الحربية الإسرائيلية نحو 5 مجازر ارتكبت في شارع النص عندما ادعت وزعمت أنها اغتالت محمد ضيف، وكان هناك 100 شهيد ونحو 300 مصاب في شارع في منطقة العطار، في منطقة المواصي، في منطقة أيضا منطقة أصداء، وفي منطقة طبرية، في أيضا في قلب منطقة المواصي. ويوم أمس فقط قبل أقل من 24 ساعة كانت هناك غارة أدت إلى استشهاد 4 من المواطنين في المناطق الآمنة من بينهم شقيقان. هذه المنطقة أيضا منطقة وسط مدينة خان يونس هي من ضمن المناطق الآمنة، لكن الجيش الإسرائيلي طالب السكان وعشرات الآلاف من المواطنين بإخلائها. هذا الأمر ربما يكون تقدم للآليات الإسرائيلية أكثر للضغط أكثر على المواطنين وعلى الفصائل الفلسطينية، لكن اليوم كان واضحا أن التصعيد الإسرائيلي هو سيد الموقف. منذ يوم أمس وحتى اللحظة لم تتوقف عمليات القصف الجوي والمدفع في عبسان، وكان هناك شهيدة فلسطينية عندما قصف منزلها وأصيب عدد من أبنائها ومن المنازل المجاورة. أيضا في منطقة معا في الجنوب الشرقي من خان يونس كان هناك 3 من الشهداء الأشقاء الذين تعرضوا إلى القصف بداخل منزلهم. وأيضا منطقة بني سهيلة ومنطقة الشيخ ناصر كان هناك غارات على هذه المناطق، وتم نقل عدد من المصابين وشهيد 1 من هذه الغارات الإسرائيلية. وبالتالي عمليات القصف الإسرائيلي متواصلة، أعداد الشهداء في ارتفاع، أعداد الضحايا في ارتفاع، وأعداد النازحين حقيقة لا زال المبكر الحديث عن نزوح كل المواطنين في المناطق الشرقية، لأن عملية النزوح تتم سيرا على الأقدام في غالبيتها، لأنه لا توجد وسائل نقل، لا توجد مواصلات، وإن توفرت فهي باهظة الثمن، لا تستطيع الناس المنهكة منذ 10 شهور والتي تعيش مرحلة النزوح من ساعة إلى ساعة ومن يوم إلى يوم، من أسبوع إلى أسبوع ومن شهر إلى شهر. نحن نعيش منذ 10 أشهر عملية نزوح لا تتوقف، دور في حلقة مفرغة من عمليات النزوح والمأساة والمعاناة والحزن والألم والبكاء. هذه الحالة ما زالت متواصلة حتى هذه اللحظة. الوضع في خان يونس خطير وبائس جدا، والناس بدأت تتكدس في شوارع الغربية لمدينة خان يونس على اعتبار أن محيط مجمع ناصر الطبي يوجد به عدد كبير من المدارس التابعة للأنوروا، وهي مراكز إواء ونزوح، والناس تقطن بها رغم أنها محترقة ومدمرة، لكن لا أماكن إلا الشارع وإلا المناطق المدمرة الناس تجلس فيها. الوضع جد خطير ومأساوي. شكرا جزيلا إبراهيم قنن مراسلنا، كنت معنا من خان يونس.